عن يعني اللي قاعد اسمع منك الحسن ومن يوسف ومن احمد، ها ورني اعطيني الشباب، كأن الفريق معظم الفريق ومضحي في نفسه من اجل مبابي. ها يوسف؟ فعلا فعلا. اليوم لو تشوف المباراة اليوم تشوف كيفاش رابيو كان يمشي على الجهة اليسار باش يغطي مبابي باش ما يخليش مبابي يقوم بالأدوار الدفاعية، وكان جريزمان يدخل في بعض الوضعيات هو صانع لعب لكنه يدخل كرابع لاعب في نص الملعب يساعد تشوميني، باش هذا الكل معناه الفريق الكل باش يخلي كيلان مبابي في أريحية وما يعملش طيب مجهودات يوسف، في الشق الدفاعي. يوسف نعم يوسف عفوا هو عفوا على المقاطعة، لكن هل هو طبيعي أنك تخدم لأفضل لاعب في الفريق تريحه لترتاح في التسجيل؟ طبيعي؟ إذا كان طبيعي طبيعي لما يكون عندك لاعب نفس كيلان مبابي اللي يعمل لك الفارق في الهجوم، اللي هو معناه يكون فعال وعنده القدرة باش يغير نتيجة المباراة، فهذا أمر طبيعي. نعم طيب كابتن يوسف، انا يمكن في نعم اختلاف شوي بسيط أي. معك. حلو الاختلاف هذا. نعم. لان احيان انا اتفق ان صعب انك تلعب انت كمجموعه عشان لاعب، لان ممكن اللاعب هذا في يوم من الايام ما يكون في يومه، يعني انا بفتقد سياستي او جماعيتي علشان اللاعب هذا، لا انا اعتقد مفروض انه يكون اوكي ما اخليه يقوم بادوار دفاعيه، هذا شيء عادي طبيعي. اغلب النجوم زي كريستيان زي نيمار زي ميسي ما يقومون بادوار الدفاعيه، لكن اني انا لازم اقوم عشان هذا اللاعب اسوي كل المستحيل عشان اللاعب هذا، او اني اسلوبي يتغير على طريقه اللاعب هذا، هذا من الصعب. لان انت لو كان امبابي في مباراه من مباريات، يعني لو ضربنا مثلا مباراه الانجليز ما كان في يومه، او الانجليز وضعوا خطه انه ما يكون تكتيكيا، او تعرف الانجليز عند الاسلوب التنظيمي والاسلوب التكتيكي على مستوى عالي ممكن يحد من خطورته. فاعتقد هنا انت وش الحلول؟ وش الحلول اللي انت راح تلقاها؟ فانا اعتقد ان مساله ان انا لا 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 ان المدرب ككل احط كل خططي وكل قوتي على لاعب هذا مشكله. هاي يوسف شوف روى ديدي ديشون مدرب عنده حنكه وعنده تجربه، فبطبيعه الحال الادوار نتاع اللاعب تختلف من مباراه لمباراه. هو يدرس المنافس ويعرف امكانيات المنافس ويقرا ويعرف اللي مثلا في المباراه هذيا اللي مبابي يزمو يكون مرتاح في المكان هذاك، فممكن ضد الفريق الانجليزي معناه يكون المباراه اقوى هجوميا. الفريق الانجليزي فريق جيد من الناحيه الهجوميه وعنده ظهير وولكر يقدر يزيد في حاله الهجوم، فممكن ادوار مبابي تختلف في المباراه الجايه. ممكن لكن في بعض ممكن الوضعيات ممكن اي ممكن مدرب في العالم عفوا يكون عنده لاعب يعمل فارق فبطبيعه الحال راح يبني عليه الفريق. نعم. ممكن ينقله على الجهه اليمين ويجيب عثمان ديمبلي على الجهه اليسار بحكم بطء لوك شو. ما بتوقع لان مش الجهه المحبذه ل كيلان مبابي اكثر فاعليه على الجهه اليسار.